أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال وسيدات الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم السيدة آمنة صاحبة حضانة سلامة. أستاذ آمنة، نورتينا ونورتي برنامج رواد الأعمال. بداية حياك الله أخوي، حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنة المنصوري، صاحبة حضانة سلامة في رأس الخيمة، بكالوريوس تربية مواد اجتماعية، وعندي أيضا بكالوريوس اللغة العربية. حاصل على أدوات كثيرة في مجال التربية. افتتحت الحضانة تقريبا في 2014. كانت الفكرة نابعة من رغبتي في استكمال مسيرتي التعليمية وإعداد جيل واعي مبدع من خلال تبني هؤلاء الأطفال. فكانت فرصة الحضانة هي أقرب شكل استثماري لمجال التعليم. أكيد طبعاً، يعني جانب تربوي بحت. أيوة نعم. أستاذة أمنة، حابين أيضاً نتكلم عن الخدمات المتوفرة عندكم في حضانة سلام. طبعاً إحنا نعرف أن كل مع بداية العام الدراسي ومع بداية العمل والاستثمار الأب والأم الآن يخرجون من نطاق المنزل. أكيد. إلى إطار العمل. صحيح. والاستثمار هناك يحتاجون في هذا الشيء الوقت الى من الى ابنائهم، من يجلس معهم يوفر لهم بيئه امنه. أكيد. بيئه قادره على انها تحتويهم، تحتوي قدراتهم مهاراتهم. فحضانة سلامة انا اسستها بهدف هو تكوين هذه البيئه. بيئه الامان، بيئه العطاء، بيئه الابداع لهذا الطفل. ممتاز. طبعا في ظل المنافسه الموجوده في سوق دوله الامارات. أيوة. العربيه المتحده في جميع مجالات العمل طبعا. لازم يكون عندك شيء مميز تختلف فيه عن باقي المنافسين. شو المميز عندكم في حضانة سلامة يختلف عن باقي المنافسين؟ طبعا حضانة سلامة هي ليست فقط رعاية واحتضان مثل ما احنا ننظر بصفة عامة للحضانات بشكل عام، الام تضع ابنها حتى تذهب للعمل ثم تأتي لتأخذها. هي تضع، احنا ناخذ ايضا الاطفال من سنتين الى ما قبل الرياض. هاي فترة الابداع، فترة سبحان الله. هاي السنوات الطفل يحتاج هنا إلى من يحتوي قدراته، مهاراته، ينميها سلوكيا، معرفيا، حركيا. فأنا يعني كان هدفي من الافتتاح الحضانة هو توفير هاي البيئة. طبعا. ليست فقط احتضان وجلوس مع الأطفال، لا، احنا عندنا برنامج قصصي، برنامج تعليمي، مسرحيات، حركة، أنشطة، كثير من البرامج، نقيم معارض، والطفل هو يشارك في كل شيء. وايضا نظامنا ايضا معتمد على التعلم باللعب بما يتناسب مع طبعا مع سنه. بالاضافه الى وجودي انا يعني تربويه مع الستاف الحضانه في كل النقاط وتدريبهم في كل الخطوات. طبعا يعني خصوصا مثل ما ذكرتي سن الاطفال هذا حساس جدا. طبعا خصوصا انه فعليا هو لا يحتاج فقط للحضانه، هو يحتاج للتربيه والرعايه. أكيد. وتنميه المهارات. أكيد. مثل ما حضرتك تفضلتي. أكيد. طبعا 10 سنوات من العطاء الحمد لله رب العالمين. فحابين نتعرف ايضا عن الاهداف والخطط المستقبليه اللي راسمينها في السنين اللي جايه ان شاء الله. احنا نتمنى طبعا نطور الحضانه، تفتح اكثر عن فرع، يستفيد منها عده مناطق في امارات راس الخيمه، وان شاء الله نطلع الى خارج امارات راس الخيمه. هذا هدفنا. وايضا هدفنا ان نفتح ان نمشي ايضا مع مراحل الطفل من الحضانة إلى رياض الأطفال إلى المدرسة، لأن هي السلسلة هذه لازم تكون متكاملة حتى ما زرعته في الصغر تنمي. أكيد طبعا. لازم أن ينمي. والإبداع والتفكير عند الطفل أحيانا نحن نغفل عن هاي السن. سبحان الله، الطفل يحتاج إلى رعاية واحتواء وتعلم وتربية بالحب. صحيح. عندما تعطيه هذا كل هذه الأشياء الطفل يبدع. أكيد طبعا. أستاذة أمنة، حابين أيضا نتعرف على أوقات الدوام الموجودة في حضانة سلامة، أوقات استلام وايضا تسليم الاطفال الموجودين عندكم في حضانة. ان شاء الله. طبعا الاطفال يداومون من الساعه 7 صباحا، يكون المشرفات متواجدات الى ان يذهب اخر طفل. نحن لا نحدد الموعد لان حسب اعمال الامهات، اعمال لانه في ممكن واحد يداوم للساعه الثالثه، ممكن للرابعه. صح. فتبقى المشرفات يذهب اخر طفل. أكيد. من الحضانة. أستاذة أمنة، حابين أيضا ناخذ فكرة عن الأنشطة التعليمية اللي بتقدمها حضانة سلامة لجميع الأطفال المتواجدين معها. احنا في حضانة سلامة طبعا عندنا برنامج يومي للطفل من يبدأ من الساعة تقريبا 8 إلى 12:30. هذا البرنامج تعليمي متكامل، يبدأ بتحية العلم.
ثم ينتقل إلى حصة القرآن وحصة الإنجليش واللغة العربية وغيرها من البرامج. كل هذه بإطار يتناسب مع سن الطفل وطبعاً عمره. عندنا بإضافة الأنشطة متكاملة يومياً يدوية تركز على الجانب اليدوي عند الطفل، مهارات الحركية، مهارات المعرفية تركيز عليها. طبعاً هاي المهارات والاستراتيجيات التربوية المختلفة احنا طبعاً على دراية فيها الحمد لله، ونبدأ نعلم فيها. كل موظفة تأتي إلى عندنا نسويها دورات متواصلة تقريباً يومية، إذا ما كانت أسبوعية شهرية، في حتى تكون ملمة بكل النظام التربوي اللي احنا نطمح له. اكيد بناء أكيد. على الخبرة طبعا اكيد هي الكبيرة المتواجدة، لان اكثر المشرفات لما يجون يعني هم عندهم دراية ومتعلمين واكثرهم عندهم خبرات من حضانات اخرى وغير ذلك، ولكن انا اريد الطابع اللي انا اريده، الطابع التربوي، التربية بالحب، التربية بالاحتواء، التربية جوانب المهارية، التركيز على القرآن الكريم، على الأدعية، على ثقافتنا الدينية وثقافتنا الهوية الإماراتية. هذا طبعًا. مهم جدا طبعًا. أني أكون موجودة في كل الخطوات، في كل البرامج، في كل الأنشطة، أعطي آرائي، أعطي توجيهات. أكيد طبعا نحن في دولة الإمارات، دولة الأمن والأمان، لازم نتكلم عن الأمن والأمان، كيف أكيد. ممكن يساعد أكيد. على استقطاب مستثمرين سواء أكيد. من داخل أو من خارج طبعًا. دولة الإمارات، وخصيصا احنا نتكلم عن سيدات الاعمال. أيوة. بما انه معنا سيده من سيدات الاعمال، حابين ايضا ناخذ رايك في موضوع الامن والامان. الحمد لله. اول شيء بالنسبه للاستثمار في دوله الامارات، هو سبحان الله هذا من لا يفكر بالاستثمار في دوله، من لا يفكر طبعاً. يعني سالنا نفسنا لماذا، لتوفر كل وسائل يعني تسهيل الامور من اجراءات، من فرص عمل، من ايضا سوق تستقطب عندك الافراد والاشخاص الذين أنت بحاجة إليهم في عملك الاستثماري. لذلك دولة الإمارات هي البلد التي تفتح أحضانها لكل الوافد، إن كان مواطن تعطيه فرص كثيرة للاستثمار. والحمد لله أنا سيدة لم يجد أي عائق أمامي عندما أردت أن أفتح الحضانة، تسهلت لي الأمور كلها الحمد لله. ساعدوني كثير من المؤسسات مثل صندوق الشيخ خليفة الله يرحمه، كيف أنهم وقفوا معنا الدعم، وأن أيضا مؤسسة الشيخ السعود الله يحفظه في رأس الخيمة وجدنا الدعم منهم. كل هذه الأمور هي مثابة بساط مفتوح لمن أراد أن يستثمر في هذا الوطن. سبحان الله، هو دولة الإمارات توفر كل التسهيلات. طبعا دائما ما قدمت دولة الإمارات مثال بصراحة لجميع أكيد. الدول أكيد. المجاورة. حابين نتشكرك على ظهورك معنا اليوم أستاذ أمنة، نورتينا ونورتي برنامج رواد الأعمال. وحابين في نهاية الحلقة نختم في كيفية الوصول والتواصل لحضانة سناء. ايضا انا قبل الختام اتمنى اوجه رساله شكر، رساله شكر سبحان الله، يعني مهما انا تكلمت كل الشكر والتقدير والفخر لهذا الوطن، لشيوخنا الكرام هم ابائنا والشيء، يعني هم الذين دعمونا وعطونا الفرصه والمجال. سبحان الله عندما يعمل الانسان لهذا الوطن هو يحس ان يعمل لبيته لاسرته، لان سبحان الله الاحتواء والعطاء الذي حبانا فيه شيوخنا الكرام هو ما دعمنا، هو ما جعلنا اكثر اصرار على النجاح. لأن سبحان الله هذه الدولة وعطاها للوافد أو مواطن أو مقيم في هذا الوطن سبحان الله. وأتمنى من كل إنسان عايش على الوطن أوجه له رسالة، هو العمل، الإخلاص، لأن الإمارات لم تبخل على أي إنسان، أعطته كل الفرص طبعا سبحان الله. وكيف تتواصلون مع الحضانة؟ طبعا عندنا وسائل التواصل، الإنستغرام، أيضا السناب، أيضا عندنا إحنا أولياء الأمور وكل الناس اللي يتعاملوا مع الحضانة نوفر لهم وسائل اتصال بالواتساب بكل الوسائل، بحيث انه يكون سهل عليهم. احنا بعد من الصفات اللي تميز فيها الحضانة عندنا السناب شات، احنا يوميا نصور فيديوهات يومية للطفل، بحيث ان الام في عملها تشاهد طفلها في الحضانة موجود. ايوه يعني لا نصور صور بسيطة، انما فيديو متكامل من الصباح حتى الظهر عندما يذهب الى البيت. ما شاء الله عليكم. طبعا نتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق والتميز. جزاك الله خير. جزاك الله خير. وسوف يتم ايضا اعزائي المشاهدين اضافه جميع ارقام التواصل ووسائل التواصل الاجتماعي ايضا في اسفل الشاشه. اتشكرك مره اخرى استاذه امنه. الى هنا اعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الاسبوعيه مع ضيفتنا المميزه. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC العربيه. دمتم بخير وفي امان الله.